السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة المستفيد معا في حلقة خاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغادي نتكلموا فيه على أهم الحوايج اللي خاص أي واحد يكون عنده صندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يكون عارفهم وحافظهم، ما يهمه وضروري خاص يعرفهم، فتبعوا معي حتى الأخير. ولكن كنت أول مرة تشاهد قناة المستفيد معا فمرحبا بك في القناة، وما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصل ديما بالجديد على القناة. فنبداو بأول حاجة اللي هي التصريح بالأجور. فالتصريح بالأجور كيخص المشغل يديكلاري بيك 26 يوم، و 26 يوم كتساوي ابتداء من الحد الأدنى للأجور السميك. فلا ديكلارا بيك بالسميك فتلقائيا كيساوي 26 يوم، أما إلا صرح بيك قبل من السميك يعني ما كايناش 26 يوم. فكنعرفوا أن كل يوم كيساوي نقطة، فإلا خدمتي سنة أي 12 شهر كاملة كيخص تكون جمعتي 312 نقطة، اما الا خدمتي 11 سنه بدون انقطاع عن العمل كيخص تكون جمعتي فيها انقطاعات اللي مطلوبه اللي غادي تعطيك نسبه 50% اللي هما 3240 نقطه. ومن اهم الحوايج اللي خاص ترد معاهم البال هي انك ملي تبقى لك 8 سنوات على التقاعد كيخص تدوي مع المشغل باش يرفع لك من الصالير باش يكون عندك تقاعد مزيان، لان فات 8 سنوات الاخيره هي اللي كيعتمد عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فباش تعرف المشغل شحال كيصرح بك بعدد الايام وبالاجره الشهريه فعندك بزاف ديال الطرق، هي انك تلقى التصريحات ديالك عبر التطبيق الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ماستنيسيس او الموقع الرسمي. بالنسبه للناس اللي ما عندهم تطبيق وما مسجلينش في تطبيق ماستنيسيس، كاين كذلك حتى الارقام الخاصه بلاستنيسيس اللي هي المجيب الالي اللي كتعيط فيها وتعطيهم رقم البطاقه التسجيل ورقم البطاقه الوطنيه، لكن هاد الارقام ديال المجيب الالي اللي خايف فيهم هي تسعيره المكالمه اللي غاليه شويه. بعد ما تعرفنا على التصريحات الاجاريه نزول التغطيه الصحيه، فاش كتسجل اول مره ما يكونش عندك الحق في التغطيه الصحيه حتى كتجمع 56 نقطه في اخر 6 شهور، وملي كتنقطع العمل كيبقى لك الحق في التغطيه الصحيه لمده 6 شهور. فاش تعرف واش التغطيه الصحيه عندك او ما عندكش كتشوف تطبيق ماسينيسيس وغادي تلقى واش عندك الحق في التغطيه الصحيه واش مفتوحه او لا مغلوقه. في حاله كانت فيغمي اذا راه ما عندكش الحق في الاستفاده من التغطيه الصحيه، في حاله كانت اوفير اذا راه مفتوحه وشوف امتى غادي تسالي ليك، لكن قد ما صرح بك المشغل قد ما كتبقى عندك الحق في 6 شهور، يعني انك تجي تراقب ابتداء من يوم 12 في كل شهر تاريخ، في الا كان كيتغير عرف بلي المشغل كيخلص عليك التغطيه، اما الا كان كيفات الشهر كيف الشهر اللي فاتو عرف بلي المشغل حبس عليك خلاص ديال التغطيه الصحيه ودخلتي في 6 شهور اللي كتعطيك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي حال وصلتي لهذا التاريخ يعني ان غتصبح لك فيغمي اي مسدوده وما غاديش يبقى عندك الحق في الاستفاده من التغطيه الصحيه. اما الان دوزو باش تخلص على الدراري فكيخص تجمع 108 نقاط وفي اخر الشهر يكون عندك السالير ديالك ما كيقلش على 60% من الحد الادنى للاجور السميك. فملي كتزوج وتزاد عندك ولد اول حاجه خاصك ديرها انك تمشي تصرح في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذه الزياده، فكيخص تجمع الاوراق باش تستافد من التعويضات العائليه، وهاد الاوراق هما عقد الازدياد، نسخه من البطاقه الوطنيه، نسخه من بطاقه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شهاده الحياه. وهاد الولد غتبقى تخلص عليه حتى يوصل 12 سنه، ومن بعد من 12 سنه كيخص تجيب ليهم شهاده مدرسيه كل عام باش تبقى تخلص عليه حتى يوصل 18 سنه ان شاء الله. وهذا الخلاص كيكون 300 درهم على كل ولد في حدود 3 الاولين. اما الولد الرابع والخامس والسادس فالان غادي يصبح 100 درهم على كل ولد رابع والخامس والسادس، فكان قبل الولد الرابع والخامس والسادس محدود 36 درهم لكل واحد، لكن بعد الاجتماع الاخير بين الحكومه والنقابات تقرر الزياده واصبح 100 درهم على كل ولد الرابع والخامس والسادس. فملي كيتزاد عندك الولد كتكون عندك واحد العطله اجازه اللي انت عندك الحق فيها 3 ايام، والعطله قريب غتولي فيها 15 يوم عطله مدفوعه 10. فإذا كانت الزوجه ديالك حتى هي خدامه وعندها صندوق الوطني للضمان الاجتماعي فما عندهاش الحق من انها تستافد من التعويضات العائليه، لكن عندها الحق في العطله 14 سيمانه وغادي تكون مدفوعه 10 اي مخلصه فيها. وباش تستافد كيخص يكون عندها عدد النقاط 56 يوم في اخر 6 شهور. اما في حال خرجتي من الخدمه فكاين تعويض عن فقدان الشغل وكيخص يكون عندك 780 نقطه في اخر 3 سنوات الاخيره، وهاد 780 نقطه خاص تكون عندك منها 260 نقطه اللي جمعتيها في اخر عام اللي خرجتي فيه من الخدمه، فكيعطيوك تعويض اللي هو 70% من الصالير اللي كنتي كتشد قبل. فكنقترح عليكم حلقه خاصه بالنسبه للناس اللي مهتمين بالامر باش يتفرجوا في الحلقه الخاصه اللي موضح فيها بزاف الامور اللي خاصه بالتعويض عن فقدان الشغل وشنو هما الاجراءات اللي خاص تبع باش تستافد من هذا التعويض عن فقدان الشغل.
كاين تعويض اخر اللي هو خاص بالناس اللي ما قادرش تخدم بسبب مرض، لكن هذا المرض هو عجز. فمثلا شحال من واحد قدر الله ما شاء فعل وقعت ليه حادثه او مرض، شي مرض اللي خلاه مبقاش قادر يخدم، فراه من حقه انه يتعوض ولا عنده واحد الشهريه باش يعيش. لكن هذا الشيء بشروط، خاص يكون عنده 1080 نقطه ويكون جامع 108 نقاط في اخر عام من وقوع هذا العجز. فمثلا من وقعت هذه الحادثه او المرض ومشى للطبيب وقال لي الطبيب عندك عجز، فصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما كيثيق في شي واحد من غير الطبيب اللي خاص به. ولا كان تضارب في الاقوال، هذا كيقول كاين عجز والاخر ما كاينش عجز، كيزوزو عند الطبيب الخبره، والطبيب الخبره هو اللي كيحدد واش كاين عجز او لا ما كاينش. في حاله تحدد العجز راه كيبقى يتخلص كل شهر حتى توصل 60 سنه، وكيتحول من معاش العجز الى معاش الشيخوخه. ومن اهم الحوايج اللي كيسولوا عليها الناس بزاف هي انك لو وصلتي لسن 55 سنه وبغيتي تستافد من التقاعد النسبي، خاص يكون العمر ديالك 55 سنه او اكثر، وتكون عندك 3240 نقطه، وتجمع شي وثائق. ولكن اهم حاجه اللي هي كيخص المشغل يخلص عليك هذوك السنين اللي بقاو، يعني يخلص عليكم 5 سنوات، يعني بلا ما تسدعوا راسكم مع التقاعد النسبي مع القضيه، فالمشغل خاص يخلص عليكم. حاولت نلخص لكم شي تعويضات اللي خاصه بصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كان سبق ليا تكلمت فيها ودرت فيها حلقات خاصه اللي غادي تلقاوها في صندوق الوصف. فحتى نتوما الى عندكم اي تساؤل حطوه في التعليق، ومرحبا بكم في صفحه القناه او المجموعه الخاصه بصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وما تنساوش الدعم للقناه بالاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم.